سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وأعنتنا على قضائها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، واجزهم عنا وعن البلاد والعباد وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ وانصر رجال أمننا، اللهم احفظ وانصر رجال أمننا وجنودنا على ثغورنا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لهداك، واجعل عملهم في رضاك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم كن للمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم كن لهم في فلسطين وفي كل مكان. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا من لا يبرمه إلحاح الملحين، يا من لا يبرمه إلحاح الملحين، ولا تضجره مسألة السائلين. أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك.
اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا غفور. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. إلهنا رفعنا إليك أكف الضراعة، فاجعلنا من أهل الحوض والشفاعة، ولا تخزنا يوم تقوم الساعة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصر عنه علمنا ولم تبلغه مسألتنا فبلغنا إياه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.